قرار يمكن بسط ناس كتير. كنا بنتكلم امبارح على مرتضى منصور وتساؤل الناس دايما ليه هو فوق الدولة، ليه هو فوق القانون، ليه دايما في خوف من التعامل مع تجاوزاته الكتير جدا. لكن واضح انه احنا بقى قدامنا قرار. المجلس الأعلى تنظيم الإعلام أصدر قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكل والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، يعني كل من يخضع لسلطة المجلس الأعلى للإعلام ممنوع ظهور مرتضى منصور فيه. كان البيان في البداية مفتوح لكن بعد كده حدد المدة بثلاث شهور. وجه المجلس الأعلى تنظيم الإعلام الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ قرار منع مرتضى من الظهور من تاريخ أو من تاريخ صدور القرار في 30 سبتمبر الماضي. القرار زي ما قلنا لمدة ثلاث شهور، لكن أيضا تم استثناء ما له علاقة بعمله البرلماني. يعني هو ممنوع من الظهور لكن يقدر يعني يظهر كعضو برلماني يتكلم عن الجانب البرلماني فقط، مش عن الرياضة ولا عن جمهور أو عن كورة. وإن كان طب ما هو ممكن يكون البرلمان بيناقش قضية متعلقة بالكورة أو بالرياضة أو بالزمالك برضو يقدر يتكلم بصفته البرلمانية ولا لا، ده مش واضح. لكن المجلس برضو وجه إنذار لقناة بيراميدز الفضائية بتوقيع عقوبة منع البث في حالة استمرار المخالفات الإعلامية، ومنع بث برنامج مساء بيراميدز اللي بيقدمه مدحت شلبي على القناة لمدة 15 يوم. وبسرعة القناة تم حجبها أو تم تعطيلها أو تم وقفها من ساعات، ومش واضح السبب حتى الآن. في ناس بتقول إنه ده قرار من الإدارة نفسها تضامنا مع مدحت شلبي ومع الزملاء اللي تم التعامل معاهم يعني. وفي ناس شايفة أو بتقول إنه القرار من مدينة الإنتاج الإعلامي نفسها، لأنه يعني القناة بتبث أو بتخرج من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وكان في مهلة ليها وتوفيقها وضعها، لكن ده ما حصلش. عموما واضح انه في قرارات اهو بتتاخد، في يعني اجراءات بيتم اتخاذها لبين قوسين كده ضبط المناخ المنفلت للرياضه المصريه. خلينا نرجع مره تانية للاستاذ احمد عبدين الكاتب الصحفي علشان نناقش معاه هذه القضيه. استاذ احمد، تعليقك على هذه الكتله من القرارات، منع مرتضى منصور من الظهور، انذار لبيراميدز، وقف مدحت شلبي، هل في رغبه يعني او نيه من جانب الدوله لتنظيم هذا المشهد المنفلت؟ في البداية بس خلينا نوضح ان موضوع البث، وقف بث قناة بيراميدز، اوضحته القناة في بيان من دقائق تقريبا ان ده ناتج عن عطل ملوش ادنى علاقة بالقرارات اللي طلعت ولا بموضوع مدحت شلبي. ده جزء. الجزء الثاني ان انا شايف ان في تهويل زياده عن اللازم في الموضوع، سواء في قرار وقفه او ان في حاله من حالات الغضب على رئيس نادي الزمالك في الدوله. في البدايه رئيس نادي الزمالك هو عضو برلماني، تم تقديم طلبات لرفع الحصانة عنه مرات عديدة جدا لغاية لما هو طلع وقال أنا هدخل موسوعة جينيس في عدد طلبات رفع الحصانة عني، وكل مرة طبعا بيتم رفضها لسبب أو لآخر. ده جزء. الجزء الثاني إن يعني القرار بتاع وقف ظهوره إعلاميا، خلينا نتكلم على مدى جدوى هذا القرار. يعني احنا شايفين النهارده هو بعد القرار بساعات، ساعات قليله جدا، طلع على السوشيال ميديا على الصفحه بتاعته وقال ان القرار دوت يعني ملوش قيمه، انا بيشوفني ملايين الملايين على الصفحه بتاعتي، واتكلم على رئيس المجلس الاعلى للاعلام وقال ان الكلام ده ما تقدرش تعمله. وبعديها رئيس المجلس الاعلى رد عليه وبقى في خطاب رايح جاي. فالموضوع مش بالتهويل اللي الناس بتتكلم عنه. احنا شفنا مثلا على سبيل المثال توفيق عكاشة لما كان في قرار او في غضب عليه، في يوم وليلة تم رفع الحصانة عنه وتم الحكم بسجنه وتم فانا شايف ان في تهويل زيادة في الموضوع، وان كل اللي بيحصل ممكن يكون في جهات بره زي الكاف زي حاجة تانية شايف ان اللي بيحصل ده هي ملهاش علاقة طبعا بالنفوذ ولا بمراكز القوة داخل الدولة، فهي شايفة ان اللي بيتم ده هي خدت الإجراء اللي المفروض تاخده من ناحيتها. وحتى الإجراء دوت يعني شفنا بعديها رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم طلع وقال رئيس نادي الزمالك خط أحمر ولن نسكت ولن نقف متفرجين على ما يحدث له. فالموضوع يعني مش زي يعني الناس النقطة متعلقة بالتهويل، يمكن علشان الناس مش متعودة.
يعني احيانا او كتير جدا كان مرتضى منصور بيعمل تجاوزات اكتر من كده وبيسب ناس بصوره ابشع من كده، وكان دايما الناس بتسال ليه ما بيتمش اتخاذ اجراء ضده. فيمكن اللي انت شايفه تهويل هو رد فعل طبيعي، لانه ما كانش متوقع ان يتم اتخاذ اجراءات ضد مرتضى منصور، ومش معتاد ان ده يحصل من جهات حتى داخل الدوله. بنتكلم في اللجنه الاولمبيه، بنتكلم في اتحاد الكوره، بنتكلم في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، يعني جهات حتى مصريه بعيدا عن الكاف بدات تتحرك ضده. ماشي، يعني حتى اتحاد الكورة مثلا، هو لما القرار اللي نزل عليه من الكاف بإيقافه، اتحاد الكورة قدم تظلم نيابة عنه، وهو طلع قال أنا ما تقدمتش لاتحاد الكورة، هو اللي قدم ليا علشان نادي الزمالك والعريق وتاريخ نادي الزمالك وخلافه. حتى لو في قرارات من الدولة أكيد في تجاوزات، ولازم يبقى في رد فعل طبيعي جدا، مش لازم يكون في جهات من الدولة غضبانة عنه. يعني الحلقة اللي طلع فيها مع مدحت شلبي واللي اتكلم فيها كان طبيعي إن ده يحصل، وإن كنت أنا يعني شايف إن القرار هو بعيد عن اللي المفروض يحصل. هو يعني اللي إحنا شفناه في الأداء الإعلامي هو مكانه قاعة المحاكم والنائب العام. قصة منعه من الظهور أعتقد إن هي مش ذات جدوى قوي يعني، وهو كمان طلع سخر منها واتريق عليها وقال ان هي ملهاش اي لازمه. فاللي بيحصل دوت الكلام في الاعراض وفي الامهات وفي البنات وفي الاهالي واتهامات بالسرقه واتهامات بالرشوه، اعتقد ان كل الكلام دوت هو مكانه المحكمه مش مكانه الاعلام ومش مكانه المجلس الاعلى للاعلام. وده يعني لازم نفرق ما بين الاتهامات وما بين السب والقصف وما بين حريه الراي والتعبير وما بين حاجات كتيره جدا لازم نفرق بينها. فانا شايف ان جزء كبير جدا من الموضوع احنا ده مش مكانه اساسا، مكانه قاعه المحكمه، وقاعه المحكمه احنا مش هيروح لها الا برفع الحصانه، اللي هو زي ما قلت لحضرتك عشرات المرات راح طلبات من النائب العام برفع الحصانه عنه. لو يعني بين قوسين النائب العام بيطالب برفع الحصانة عنه وما بتترفعش عليه. فشايف برضو ان في تهويل في الموضوع، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو واحد من رجال النظام الاقوياء جدا المطلوبين جدا اللي بيأدوا دور كبير جدا للنظام، ومن الواضح تماما ان لسه يعني كل اللي الناس بتتكلم عنه ده مش حقيقي ومش واقعي. طيب، يعني احنا شفنا الفيديو اللي عمله مرتضى منصور بيتحدى فيه قرار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وبيقول ان انا يعني اقعدوا امنعوني زي ما انتم عايزين، انا عندي الفيسبوك هعمل فيديو هيتشاف عده ملايين يعني من المرات. ده بياخدنا بقى للقوانين اللي اتعملت للفيسبوك واللي اتحاسب بيها معارضين واللي دخل فيها السجن ناس على مستلحات والفاظ تم استخدامها اقل بكتير بكتير من اللي بيستخدمه مرتضى منصور على مواقع التواصل الاجتماعي. ليه ما بيتمش اتخاذ اجراء في هذا الاطار اذا كان دايما في محاسبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأكيد على ضرورة انضباط هذه الوسائل؟ ليه بيتم فتح المجال لمرتضى منصور أيضا فيديوهات وبوستات ومفيش حد بيحاسب؟ هو خلينا استمر نكون واقعيين علشان يعني نتكلم بالمنطق. هو القانون معمول لرجال النظام؟ هل قانون الجريمة الإلكترونية أو قانون تنظيم الإعلام وتنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، هل القرارات والقوانين دي كلها معمولة لرجال النظام؟ لا، هو أي المفروض بوست إن بيتكتب القانون للمعارض، يكون أي معمول مداخلة للجميع، بتتكتب ملوش للمعارض مش موجه المفترض يعني في القوانين إن هي تكون كده. المفروض يعني، يعني خلينا برضو نوضح ان احنا بعيد جدا عن المفترض وعن المفروض وعن المنطق وعن الواقع في مصر، احنا في حتة تانية خالص. فاللي بيحصل ده طبيعي جدا من شكل النظام وشكل إدارة الدولة الحالية. اي حد من داخل النظام بيعمل اللي هو عايزه، القوانين دي مش معموله ليهم، عشان نكون يعني بكل صراحه وبنتكلم من غير كلام دبلوماسي، القوانين دي معموله لفئه معينه للقضاء على المعارضه السياسيه وعلى المعارضين السياسيين. القوانين دي مش معموله لمعارضين، مش معموله لرجال النظام. اعتقد ان في جهات كتير جدا تخاف ان هي تاخد اي اجراء ناحيه حد من رجال النظام، لان ده يعني اساسا الموضوع مش معمول ليهم. يعني موضوع التحريض، السب، القصف، الكلام ده كله ده ممكن يتم تاويله على بوست عادي جدا على الفيسبوك بس بيكتبه شخص معارض، ممكن مداخله زي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يتم اخذها على انها تحريض وعلى انها سب في الدوله وعلى انها كذا وعلى انها كذا.
في حين ان لو ده بيتم بشكل مباشر وصريح وسباب وشتائم واتهامات وتخوين وكل حاجه من حد المرضى، ما حدش هيتكلم. يعني ده شكل الدوله اللي احنا عارفينه واللي مستقر دلوقتي بقاله حوالي 7 6 سنين مثلا. طيب احنا كنا بنتكلم بقالنا كام يوم على الاحتقان الكبير جدا اللي حاصل في المشهد الرياضي، واللي طرف اصيل منه طبعا هو متسبب رئيسي فيه مرتضى منصور، الى جانب تركي آل الشيخ وغيرهم من هذه الوجوه. تقييمك ايه؟ يعني رؤيتك ايه؟ الحاله دي هتخلص امتى وهتخلص على ايه؟ يا استامر، الدولة كلها على بعضها هي كتلة واحدة. حالة الاحتقان اللي في الحياة الرياضية هي حالة الاحتقان اللي في المجتمع بالكامل، حالة الاحتقان الناتجة من خنق السياسة، من عدم وجود أي مسارات، من عدم وجود أي حراك، من عدم وجود أي كلام، أي سيولة سياسية في الموضوع. ده جزء طبيعي ومن شكل الدولة بالكامل. المجتمع نفسه جواه احتقان شديد جدا، طبيعي أن يطلع فيه الرياضة، وطبيعي أن يطلع فيه الإعلام، وطبيعي أن يطلع في كل المجالات بتاعة الدولة. ده هيخلص لما يبقى في منفذ سياسي، ولما يبقى في حوار سياسي، ولما يبقى في سياسة في البلد، لما يبقى في إرادة سياسية إن الدولة دي تتحرك، إن القيود وحالة التعتيم والقبضة الحديدية اللي موجودة على المجتمع إن تنتهي الكلام ده، لأن احنا في زمن غير الزمن. تمام. النظام الحالي بيحاول طول الوقت ان هو يسيطر على المجتمع بكل الطرق، بكل المنافس، مش بس يعني الرياضه جزء منها زي ما قلنا على روابط الالتراس، وضحت ان الفكرة أستاذ يبقى أحمد في عبدين، أنا نفس حد بشكرك. بيتكلم، هتاف. أستاذ أحمد عبدين الكاتب الصحفي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة.